أهلا نانسي، شكرا جزيلا. بالفعل أنا من داخل معرض أديارنا، هذا المعرض الذي افتتحته اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة واري دكتورة غادة، يعني اليوم افتتحت المعرض وصرحت أن هذا المعرض هو الأكبر والأضخم من حيث أعداد العارضين، حوالي 500 عارض في هذا المعرض الذي تصل مساحته إلى 5000 متر مربع. يعني للحديث عن تفاصيل هذا المعرض مستمر حتى 5 فبراير، حوالي أسبوعين من الآن يستمر العارضين في عرض منتجاتهم، عدد من المنتجات المصرية اليدوية. معي المهندسة أماني غنيم، وهي وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاجتماعية. مهندسة أماني، في البداية برحب بحضرتك. هو معرض ديارنا، يعد هذا المعرض تحديدا هذا العام هو الأكبر والأضخم، لماذا يعتبر المعرض هذا العام هو الأكبر والأضخم؟ كلامي كله مظبوط جدا، ده أكبر معرض فعلا، دي الدورة 59 وبتعتبر الأكبر في دورات معرض ديارنا، نظرا لأن المساحة 5000 متر كلها مستغلة، عدد العارضين بيعدي 500 عارض، حوالي 5000 متر مربع مفروشة فعلا، عندنا 27 جمعية على مستوى الجمهورية من جمعيات الأسر المنتجة، جمعيات التنمية على مستوى الجمهورية مشاركة معانا، كمية المعروضات وكمية الأصناف المعروضة بتعدي 1500 صنف من المعروضات. حضرتك وانت بتتجولي في المعرض هتشوفي جميع أجنحة المعرض كلها بتتميز بالخامات التراثية البيئية المصرية من خامات البيئة. عندنا ضيف شرف مهم جدا، محافظة أسوان، منتجات أسوان بتتميز بالتوابل، بالخوص، بالبلح، بكل المشغولات اليدوية التراثية الجميلة بتاعة أسوان والنوبة. وطبعا هي نظرا لأن معالي فخامة الرئيس أشار إنها عاصمة أفريقيا، فإحنا اعتبرناها ضيف شرف المعرض. حصل حضرتك ايضا عن اعداد العارضين، من بين اعداد العارضين عدد من المقترضين من جهاز تنميه المشروعات حوالي 50 عارض، هسال حضرتك عن اختيارهم، ازاي تم عمليه اختيار هؤلاء العارضين تحديدا المقترضين من جهاز تنميه المشروعات وحتى باقي العارضين في المعرض؟ هو طبعا بيشارك معانا الراعي الاستراتيجي بنك اسكندرية، وبرضه بيندرج تحتيه عدد كبير جدا من العارضين المتميزين للمشروعات متناهية الصغر. عندنا جهاز تنمية المشروعات في عدد كبير جدا من المستفيدين من القروض بتاعته. طبعا احنا بنحاول نختار اللي لسه مبتدئين ولسه واخدين قروض صغيرة، بنحاول نشجعهم بعملية التسويق، لان هدف معرض ديارنا اللي بتتولى إقامته وزارة التضامن الاجتماعي من سنة 64، أهم هدف ليه اللي هو تسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة والمستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي أو جهاز تنمية المشروعات، على أننا نفتح لهم أبواب تسويق مجانا، لأن هم طبعا مش هيبقوا حمل أن هم يفتحوا مجالات تسويق ولا حاجة، فإحنا بنساعدهم بمشاركتهم في معرض ديارنا، وفعلا بيلاقي إقبال كبير جدا، وبعدها بيبدأ يعمل طلبيات كويسة جدا ومشروعه بيكبر، والمعارض اللي بعد كده بنجيب مستفيدين تانيين وبنحاول نطلع بيهم. استاذة أماني، سألت حضرتك عن عملية اختيار العارضين، ازاي تمت عملية اختيارهم تحديدا؟ بالنسبة لجمعيات الأسر المنتجة وجمعيات التنمية بيتم طبعا اختيار المنتج على أساس التطوير، يعني احنا دايما في كل دورة من دورات معرض ديارنا بيكون في علاقة بين المنتج والعميل، العلاقة دي بتكون طيبة جدا لأنها بتنمي موضوع التطوير في المنتج. أنا مش هعرض نفس المنتج هو كل معرض، لا، أنا باخد رأي العميل بتاعي اللي بيجي يشتري مني. وبعدين احنا شعارنا من بيتنا لبيتك، ده مهم جدا لأن دي بتخلي فيه علاقة كبيرة جدا بين المنتج والعميل، مفيش وسيط بينهم، بحيث ان احنا نقدر نطور المنتج بتاعنا من ناحية التصميم، من ناحية الجودة، من ناحية التشطيب كمان، لان مهم جدا جدا التشطيب في التسويق، في منتجات كتير جدا ما بنقبلهاش عشان جودتها في التشطيب والتصميمات بتاعتها بتبقى تقليدية، فاحنا دايما بنحب نطور من التصميمات بتاعت المعروضات بتاعتنا. ما هي ابرز المنتجات الموجودة هنا في المعرض؟ هل المنتجات كلها نفس او انواع مختلفه من نفس المنتج، ام هي منتجات مختلفه؟ لا طبعا منتجات مختلفه، وزي ما قلت لحضرتك احنا بنزور جمهوريه مصر العربيه كلها في المعرض، الزائر بتاعنا هيجي يشرفنا كانه زار مصر كلها، لانه بالاضافه لاسوان
بيشوف كمان كل المحافظات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، عندك الأقصر وعندك المنيا وعندك المنوفية وعندك الشرقية وعندك الغرب، كل محافظات مصر، وكل محافظة بتتميز بالمنتج بتاعها. زي ما قلت لحضرتك الخامات البيئية اللي موجودة في المحافظة هي اللي بتطلع منها المنتجات بتاعتها. مهندس عماني، معالي الوزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي أستاذة غادة والي تحدثت اليوم أنه معرض ديارنا في السنوات الأربعة تحديدا الماضية كان في إقبال كبير، كان له نجاح كبير، وأيضا كان هناك إيرادات كبيرة حوالي 40 مليون جنيه من هذا المعرض. إزاي بتتم عملية الإعلان عن هذا المعرض، التوجه أيضا للمواطنين والإقبال على مثل هذه المعارض؟ طبعا الإعلان عن المعرض بيتم من خلال قاعدة البيانات اللي موجودة عندنا في الوزارة. إحنا عندنا قاعدة بيانات لجمعيات الأسر المنتجة وجمعيات التنمية وجميع العارضين المشتركين تحت هذه الجمعيات، فمن خلالها طبعا بنعلن عن إقامة المعرض قبلها بفترة كبيرة بحوالي مثلا 6 شهور علشان نبدأ نشوف المنتجات ونعينها ونشوف جودتها ونشوف إيه اللي تم تطويره وإيه اللي ما تمش تطويره. طبعا بالنسبة للصندوق الاجتماعي أو لجهاز تنمية المشروعات برضو بيكون مشارك معانا في اختيار المنتجات وفي اختيار المشروعات علشان نقدر نعمل زي تشكيلة من العارضين والمعروضات، ما يتمش تكرار تكرار المنتج في المعرض نفسه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا أستاذة أماني غنيم أو المهندسة أماني غنيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاجتماعية، تحدثت معنا عن معرض ديارنا عن افتتاحه اليوم المستمر لمدة 2 أسبوع وعن أبرز وأهم المنتجات في هذا المعرض وأيضا العارضين. شكرا جزيلا وعودة إليك نانسي مرة أخرى.